يقول سائل: إذا صار الشعر أبيض من المرض أو باستعمال الماء المالح، وهذا الشاب صغير ولكنه من أجل المرض بدا شعره أبيض، هل له أن يصبغ هذا الشعر صبغة سوداء أو لا يجوز؟ لا يصبغه بالسواد الخالص، وله أن يصبغه بالحنة أو بالسواد غير الخالص كالكتم والسواد الذي ليس خالصا، السواد الذي يضرب إلى الحمرة لا بأس بذلك، أما السواد الخالص فلا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.